ثلاثة تغيرات أساسية: تغير حزبي محتمل في الولايات المتحدة، تغير في سياسة مالية، تغير في سياسة نقدية. نحن الآن بالنسبة للأسواق الأمريكية في موسم نتائج أعمال شركات، إيرادات، هل الآن هذه النتائج تزاح إلى الجانب ونركز على هذه العوامل السياسية والتغيرات المحتملة؟ وهو يمكن شيء نحن لمسناه بالحركة على الراسل 2000 في الفترة الأخيرة، ما رأيك؟ مساء الخير مايا، شكرا للاستضافة. يمكن على المدى الطويل نعم السياسة المالية والسياسة النقدية راح تكون مسيطرة على أسواق الأسهم في الفترة القادمة. يمكن موسم الأرباح قد يكون تأثيره، خلينا نحكي تأثير آنية بالنسبة للأسواق، خاصة مع الربحيات المرتفعة في الفترة الماضية واحتمال أن يكون هناك ربحية أعلى من التوقعات. لذلك على المدى القصير نعم سوف يكون موسم الأرباح مهم جدا، خاصة يمكن بكرة عند تسلا راح تكون واحدة من المهم متابعتها، خاصة أنه من الماجنيفيسنت 7 واللي كان أدائها في الربع الماضي أداء يعتبر أقل من توقعات المتوقع. الربحيات. لذلك على ما أعتقد موسم الأرباح سوف يكون مهم على تأثير من فترة تقريبا شهر إلى شهرين إلى حين وصول موسم الأرباح القادم. بكل تأكيد السياسة النقدية والسياسة المالية راح يكون تأثيرهم على المدى الطويل، خاصة مع احتمال الضغط الكبير بالنسبة للسياسة المالية، ضغط الإنفاق الأكبر سواء وصول الجمهوريين أو الديمقراطيين، راح يكون في عندنا إنفاق أعلى، مديونية أعلى، مخاوف من أزمة أمريكية. أكيد بكل تأكيد راح نرجع نفتح موضوع سقف الدين مرارا وتكرارا في الفترة القادمة. السياسة النقدية أكيد راح تكون هي الشغل الشاغل بالنسبة للتحركات الاقتصادية في الفترة القادمة. بكل تأكيد الانقسام بين الأسواق، هل الفيدرال الأمريكي سوف يتحرك في شهر 9؟ هل سوف يبوح بالأسرار بمفاتيحه في جاكسون هول في الفترة القادمة؟ قد تكون هناك تحركات بالنسبة للسياسة النقدية أو حتى البيانات الاقتصادية كتداولات آنية ما وقت صدور الأخبار، ثم احتمالية التسعير في شهر سبتمبر. طب فيها يعني مع انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الانتخابي، بعد في قدامنا 3 4 أشهر من هون لنوفمبر، ترامب كان حذر وقال انه انا رح خلي جيروم باول يكمل في منصبه ولكن يفضل الا يكون هناك اي خفض للفائده قبل نوفمبر. برايك هل يمكن للفدرالي الامريكي ان يغير سياسته النقديه بما انه الرئيس الامريكي انسحب من سباق الانتخابات؟ يمكن الكتاب بحكي لنا انه البنك الفدرالي هو مستقل بالنسبه ل مفروض يعني للحكومه بس الامريكيه، نعم، لكن لكن الواقع لكن شوي منظر غير هيك. الواقع تماما مختلف. يعني كنا نشوف دونالد ترامب وقت ما كان هو رئيس الولايات المتحده الامريكيه كان له تاثير، يعني دائما عند لما كان التغيير من جيروم باول حتى لاسعار الفوائد كان دونالد ترامب يشير الى السياسه النقديه المتوقعه والسياسه النقديه القادمه. اعتقد ان شهر 9 راح يكون في تخفيض اسعار الفائده، حتى بالرغم من انه دونالد ترامب ممكن يكون هو الرئيس القادم بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه. يمكن النقطه المهمه او نقطه النظام بالنسبه لجيروم باول اللي هي البي سي اي، لو شفناه عند 2.5%، اعتقد انه هناك ارتياح، خاصه عندما ننظر مايا جميع البنوك المركزيه اللي خفضت اسعار الفائده سواء اوروبا كندا ما وصل المستهدف بالمستهدف التضخم 2.7% حاليا، كندا 2.6% بالنسبه لاوروبا، وخفضوا اسعار الفائده. يمكن تخفيض اسعار الفائده لحمايه المصداقيه بشكل اكبر وحمايه النمو الاقتصادي. يمكن الولايات المتحده الامريكيه عندها لسه الوقت ان النمو الاقتصادي لا يزال جيد، ممكن نسجل ارتفاعات ايضا يوم الخميس بالنسبه للجي دي بي، لكن اعتقد انه الوقت يمكن جيد حاليا، خاصه انه الولايات المتحده الامريكيه لن تخاطر بامكانيه وصول التباين بين السياسات النقديه بين الدول. اوروبا اتجهت، كندا اتجهت، وقد يتجه المملكه المتحده لتخفيض اسعار الفائده، لذلك الفدرال الامريكي قد يتجه لتخفيض اسعار الفائده مع تباعا مع البنوك المركزيه الاخرى. لذلك اعتقد قد يكون هناك تخفيض اسعار الفائده في شهر 9 مايو. معنا 30 ثانية أحمد، برأيك هل سيستمر الراسل 2000 بالارتفاع في المرحلة المقبلة؟ أعتقد أنه يكون ممكن يكون ارتفاعات، لكن مش ارتفاعات كبيرة، هي عبارة عن تدوير المستثمرين من الشركات الكبيرة إلى الشركات الصغيرة. عندما تظهر أكيد أو تزال حالة عدم اليقين السياسي، حالة عدم اليقين الاقتصادي في الفترة القادمة، قد نعود إلى الشركات الكبرى معي. شكرا لك أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في أكويتي، كنت معنا من عمان، أهلا وسهلا بك.